في غضون ساعات فقط، شاب عراقي يحصل على أكثر من مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. فما القصة؟ الشاب هو من ضمن العقود الجدد في وزارة الداخلية. رصد له فيديو لحظة تقاضيه أول راتب شهري له بعد أن أتم الاختبارات والتدريبات العسكرية وبشكل مكثف. حاله كحال بقية المتقدمين المتطوعين ممن سيتم توزيعهم وزجهم في مفاصل الأجهزة الأمنية، ففرحته وردة فعله كادت لا توصف. ابني يعطونا كتب في المدرسة أول ما سجل. إيه مش تمرح سابوا يا شباب. بويا وقومني كلام الله حتى رجلي ما عنني حتى الهويه ما ادري بيها وحق فاطمه تزهر الهويه ما ادري بيها والله بويا سحبوا يا شباب بويا بويا يا بويا يا بويا يا بويا شعب 10 أيام صار لنا وقومني كلام الله حتى رجلي ما عنني حتى الهويه ما ادري بيها وحق فاطمه تزهر الهويه ما ادري بيها والله بويا شهر وعشرة أيام بويا وكلام الله حتى رجلي ما تعيني. إذن بهذه الكلمات عبر الشاب المتطوع بصفة عقد على سعادته الفائقة بأول راتب له والبالغ 500,000 دينار عراقي فقط. الفيديو لاقى انتشارا واسعا وتفاعل من قبل المدونين بعدد من الكومنتات وردود الأفعال على منصات التواصل. هناك من قدم التهنئة لهذا الشاب وفرح لفرحه، وهناك من تفاجأ بردة فعله ووصفها بالمبالغ فيها.